في المنتخب الصيني الفائز طبعا في هذه البطولة، أيضا بعد فوزه على لاعب منتخبات سنغافورة بطولة كاتر أوبن أو بطولة قطر مفتوحة، واستطاعت الصينيات الفوز رغم عدم مشاركة المصنفات الأوائل لحظ. لا سلام. يا سلام يا سلام. لاحظ صار مرة أخرى، المرة الثالثة، الثالثة 5-3. الياباني ومصنفة رقم 9 تمتاز بالإرسالات وواجهة الباك هاند مثل ما قلنا. يا سلام يا سلام. يا سلام. كان قوي عند اللعبة آية. يا سلام يا سلام. يا سلام. فكهارة. نقطة. 10. يا سلام يا سلام. والإرسال لها الآن. للعبة اليابانية. ليش وين؟ لاحظ. كان وبطل عالم في الفرق لثلاث مرات وبطل الزوجي وبطولات كثيرة. يا سلام. ارسال اللعبة فكهارة. يا سلام. يا نقطة 7. ان هي تلعب كانها باديه المباراه. 10 يكون الارسال الاخير الان. يا سلام. ارسال الاخير ومباراه واربعه لا شيء للاعبه ليش وان. اعتقد هناك كان السيطره.